سيدو كلمات واحد نمبر خاتي كنا هاي هنا ينومات دعا دقنو سلام مركانا ينو بلوم بدون إن شاء الله مشروع عن شنية طبعاً كبيشة مارش إلا بكون يسقالية طبعاً كاسي وحوها وزير كوزارة هرمونية تجديد كسومالي لانو كهد لاي نقاح ديكا دسمها وددن أولوغو مقا عابا بربرا كوريدور يسيو دجيرو نقاح ديكين مدحوين ياشا سومالي لان يسودو كلا دولة ديكان كسومالي دا وزير كوحو شاكين دسمها وددن يا اي بلاب ما يسوشن اي طبانك بيشا مارا شو مالين تشالا يا هيد اسلامار كاسينا لغو بلابا يلا عقا عليسا بقول يطبان مليون او دولار مانتا او ان هالكا سوبو خناي تاريخ دو واللحية طبانكي بيشا مارج سيدا يدين موقتا مجران واحد اسم يالا يسدو كلا دقاقية كلا دوان او كسعودة ودادة قده هيدا مانتا مو بلامين لباتن كي سنة قدن بيسو مالان وعيكو همي ايسي انو مر مصور تقلو مشروع بربرا كوريدور حكومة دهاننا حكومة دي نقوه ريسي ايا بلاوضي انكو حانو لوريق نينو فنبر لبكون يتطبيق طبانكي مركاسو لا إعلاميي إدي كوكوليسان لهاي إدى سامينة إسا كورساتان سيغا عمبا ديساين كيغودة ودادة سيدوك هالي بشي مي أيا وحلقاتي شركة دي كوكوليساتي إنا يهوشان قباطو سيدوك هالي شركة دي كوكوليساتي بسي ديسمبر لبكون يستيدي طبان أيا ينوك انت دمان دوكومنت وحي لغبانها waddadan oo ay si wada jir ah u dhagax dhigeen 20 bishii February ay inuu soo dhaafnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamuud Aqjar iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda horumarinta u qaabilsan waddanka Imaaraadka Carabta ayay mas'uuliyiintani ku sheegeen in dhismaha waddadan lagu dhameystiri doono muddo gaaraysa 22 bilood inkastoo dhawaaqaasi ay ka biyadeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland iyagoona ku sababayay diidmadooda in waddadani ay baaqatay sanado badan oo bulshada ay u sheegeen in ay bilaabayaan dawladihii kala dambeeyay Soomaaliland soo mara inkastoo ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in mashruucan uu soo socday 20 sano ee u dambeeyay isla markaasina dhagax dhigan yahay kii u dambeeyay ee lagu bilaabayay waddada haddana hadalkaasi ayaa matalaya hadalladii shacabku ay dhageysanayay 20 sano ee u dambeeyay lagu maaweelinayay in waddadaasi la bilaabo حرير محمد كوساري فرحان يوسف كحنوب تلفزيون عالمي جاي ستار تي في ديغان كهلاي دولت عاصمة هرجيسة